المشهد أثر في الناس كثيرا يعني، واتفق عليه اختلف عليه البعض، يعني البعض معاه والبعض ضده. يعني هو رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية المستشار بلال أبو السعود، وهو كانت في حكم في قضية زوجة وعشيقها قتل الزوج. فهنا البعض يقول يعني هل يمكن لرئيس المحكمة وهو بينطق بالحكم انه كمان يعنف المتهمة هذا التعنيف اللي احنا هنشوفه؟ انا شخصيا بقول هو الهدف من هذه القضايا، ان الهدف من حكم المحكمة والهدف من حتى نشره بشكل عام كده هو الردع، يعني ان كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من هذا النوع يخاف ويرتدع وما يعملهاش حتى لو بس يفكر فيها يعني. فهنا حرص المستشار الجليل انه يؤكد على جريمة همجية بهذا الشكل، زوج بيتعب لانه بيسأل الزوجة يعني، بيقول لها ده جوزك بيشتغل علشان ينفق عليكم وتعب وانت بتخونيه وحاولتي تقتليه وفشلتي وصممتي تقتليه. فهنا هتلاقوا القاضي يعني في منتهى الحدة المطلوبة، خلاص هو بينطق بالحكم بإعدام الزوجة وعشيقها. فالبعض قال طب خلاص ما هو هيحكم، لماذا يعاقبها مرتين يعني؟ لا، هو قال يعني لو بيدي الأمر كنت يعني قطعتهم جماعة. هنا التعبير بهذا الشكل لوحشية الجريمة التي ارتكبت، وعلشان كمان الردع وانه الناس ترتدع، واي حد يفكر تفكيرا حتى في جرائم من هذا النوع اللي فيها بقى يعني كل ما تتخيل، يعني خيانة زوجية وجريمة قتل وزوج مخلص في عمله وفي بيته، ولكن المستشار كان بهذه الحدة المطلوبة، ومطلوب حتى توصيل هذه الحدة بالشكل اللي هنشوفه واللي اختلف حوله الكثيرون. فين رد السيد؟ يعني انت مشيتي ورا نزواتك ورا شهواتك وسمتيه في اول مرة، حاولت تقتليه بالسم، حاولت تسميه وربنا نجاك، ما رجعتيش برضو، وصل فضلتي مع الكلب اللي هو عشيقك ده، شريكك في الوساخة والقطار، كنت تطلقي منه، كنت سيبيه رب الولاد، عارف هيفضل ملازم ولادك، هتموت وبرضه هيفضل ملازمهم، جنيتي عليهم وانت حي وانت برضه ميتة، يفضل يلازم ولادك وولادهم كمان بعد، كنت سيبيه يا رب العيال، وكان مجتهد وكويس، حاول يرضيكي بكل السوق، عايزه بيت بره البيت، بره البيت العيله، جاب لك بيت، اشتغل في مكان واشتغل وظيفه ثانيه ويجيب ويحط لك ويدي لك الفلوس، وانت ماشيه في الخساره برضه والقياده والحكس والندم، اخس عليك لعنه ربنا عليك اليوم الدين. اذا حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الاراء بمعاقبة كل من السيد محمد، السيد محمد ورندا إسماعيل محمود محمد عبد الله بالإعدام شرطا عما أسند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصري. والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل يوم منكم حتة على الشباب اللي راح ده. رفعت الجلسة. رفعت
طبعا زي ما انتوا سمعتوا، يعني لو كان بيدي الامر انفذ انا بنفسي حكم الاعدام واقطع كل يوم منكم حته. يعني الشباب اللي ضاع، اللي هو الاولاد اللي ضاعوا، طبعا بتبقى وصمه عار تلاحق الجميع، والاب اللي ضاع، يعني الاب قتل والام في السجن يعني. وبالتالي هنا البعض قال يعني طب لماذا هذه الحدة، وكلب مع ان الكلب اكثر وفاء يعني من النموذج اللي شفناه يعني، والقذارة والوساخة اللي هو التعبيرات اللي اطلقها القاضي بهذا الشكل. لان هنا الرضع، انا شخصيا بشوف انه المشاهد دي بتوصل الهدف من أحكام المحكمة، هي مش أحكام فقط لعقاب المتهمين، ولا وإنها تحقق أيضا عنصر الردع، أن يرتدع كل إنسان أنه يرتكب جرائم من هذا النوع. قلنا نسأل كده المستشار عمرو عبد الرازق، وهو رئيس محكمة سابق. سيادة المستشار أهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب سيادة المستشار. البعض احيانا هنا لقيت في تعليقات متفقه وتعليقات مختلفه، مش على الحكم، على الاسلوب يعني. شايف انه من حق القاضي ان يلجا الى هذا الاسلوب اللي فيه حده لفظيه ضد متهمه ومتهم حكم عليهما بالاعدام؟ والله نحط هنا نقطه نظام ونحدد طبيعه التقاضي وطبيعة الأحكام القضائية وفقا للدستور. أول حاجة، إحنا عندنا مبدأ أساسي اسمه علنية الأحكام. وإن كنا تعودنا إن إحنا القاضي ينطق بالحكم فقط بمنطوق الحكم، إنما الإجراء الطبيعي أن يتلو أسبابه. يعني الطبيعي وفقا للقانون إنه ممكن يسرد الأسباب التي وصلت به الى هذا الحكم. وان الجلسه اللي احنا والمشاهدين شافوها دلوقتي هي جلسه النطق بالحكم، وليس جلسه من جلسات المرافقه، ولا هي جلسه الاحاله للمفتي، انما هي جلسه بعد ان اطمأنت المحكمه وكونت عقيدتها، ووجب عليها ان تتلي حكمها واسباب ما وصلت له من هذا الحكم. فالقاضي عندما احنا لما نيجي نشوف الاسباب بتاع الحكم، من الممكن نلاقيه هو بيسبب ويقول ايه، ولما كانت المحكمه قد اطمأنت لما ورد في الاوراق، ولان هذا الاسلوب يرتكز على انها سبق وان قامت بسمه، ثم قامت وقامت وقامت، مما يؤدي الى هذه الجريمه وتكون اركانها قائمه ولا يجوز استعمال الرأفة معاها. فهو القاضي هنا وهو بيتكلم هو بيتلو جزءا مما تكون في عقيدته في اثناء هذا الحكم. الحكم الجنائي بيبنى على اقتناع القاضي وما ركز في عقيدته، ووجب عليه وفقا للقانون وعلنية تلك الأحكام أن يتلوها. ولكن هنا ما تلاش بقى كل الأسباب، تلا بعض الأسباب التي كونت عقيدة المحكمة في هذا الحكم، ولكن وليس هي عقيدة سابقة على صدور الحكم، إنما هي عقيدة مكونة ونشأة الحكم. واللي بيتكلم في كده يبقى بيتعرض لأحكام وبيتعرض لاقتناع محكمة الجنايات، واحنا مش من حق اي حد انه يوصل ويقول يا محكمه الجنايات انت استقر في وجدانك ده ليه؟ كان يقال قبل حذف الدعوه الحكم. لا، هو التعليقات ما كانش على كده، انه انهم لم يجدوا يعني هذا الاسلوب من قبل، بس انا لسه بقول انه عنصر الردع في قضايا مجتمعيه من هذا النوع مطلوب جدا يعني. وائل بيه، إذا كنا هنتتبع الأحكام والقضاء مش هنحكم. إحنا عندنا علشان المهاترات اللي بتتعامل في أحكام ديت قضايا بتفتح فيها باب مرافعة 100 مرة مع الأخذ في الاعتبار، أو القانون بيمنعهم إنهم يتعاملوا. ده
ده بيعاقب على الكلام ده، فاهم ازاي؟ بيعاقب. انما اللي قاله القاضي ان انت لو طول احكمك ده من الممكن ان يكون كاتب ذلك في اسبابك، يعني لو ممكن يكون كاتب في الاسباب وبيقول لك بيقرا جزء من الاسباب او ما ملخص ما ورد في الاسباب، لان القانون بيلزمه بكده. يعني اللي بيحصل الطبيعي انك ما يقولش الاحكام او انه يتلو المنصوص بس، لا يا فندم ده قصور، انما الصح انه يتلو الحكم ويتلو منطوقه. فاللي قاله القاضي دوت لا يخرج عن نطاق انه يوضح الاسباب التي على اساسها صدر حكمه، واللي هي مكتوبه في اسباب حكمه. يعني ممكن تلاقي في اسباب حكمه هو كاتب الكلام ده يعني. الكلام ده. بشكرك سيادة المستشار، الف شكر. طبعا يا جماعه يعني الجرائم من هذا النوع ليه؟ لانها جريمه واخده الطابع الاجتماعي، يعني بيوت وعائلات، يعني زوج قتل، زوجه هتعدم، ابناء ضاعوا، خيانه زوجيه. فيعني القاضي كمان بيتكلم عن الزوج، شوف اللي بيتعب جدا علشان يربي الأولاد وينفق عليهم، وإن الزوجة حاولت تقتله قبل كده بالسم وفشلت، يعني نجا الراجل بمعجزة يعني، فحاولت تاني إلى أن نجحت يعني في قتلي. يعني حتى هو يعني بيقول إنه طب يعني ارتدعي بقى من المحاولة الأولى يعني. ده ليه؟ لأنه يعني أثار جدلا مش متعلق بالحكم، ولكن لا الأسلوب مطلوب ووصل رسالة في غاية الأهمية، مع أن القاضي لا يذم ولا يمتدح.